أعتقد اللي حضرتك جاي تربط به أنه السيد العبادي متخوف من الاستجوابات، أبداً. السيد العبادي لم يلوح لا من قريب ولا من بعيد أنه اليوم إداء أمل مجلس النواب الرقابي سواء بالأسئلة الشفاهية أو الاستجوابات التي تصل إلى حتى سحب الثقة، ما لوح أنه هو راح تهدد حكومة السيد العبادي. على العكس، أنا أعتقد الجهد اللي قاعد يبذلوه إخواننا في مجلس النواب للوقوف على أهم وأبرز المخالفات الإدارية القانونية المالية ورصدها وتسليمها، هذا جزء لإنجاح حكومة العبادي. ليش ما يتخوف؟ ليش ما يتخوف العبادي؟ يعني من الطبيعي انه رئيس وزراء خمس وزارات عنده شاغر وتروح لوزارتين ثلاثة اخرى، طبيعي. انت من ترصد لك اموال تقعد ان تهدر او تروح بطرق او تجيب رز بمشكلة مثل ما الاخت السيدة عالية نصيف مقدمة، بالتالي منو قال لك هذا سلبية؟ هذا ايجابية انه انت اليوم تشخص مكان من الخطأ، والحكومة والعبادي يدرك تماما انه حكومته وليدة برلمانه، فبالتالي هو كان جزء من هذه من هذا البرلمان، فاليوم من يجد البرلمان من بمشكلة سمو على اهواء ولا على رغباتنا. اليوم احنا مسائلين، قبل ما مسائلين امام الناس مسائلين امام الله. يعني اذا نمضي اليوم كل استجواب بمهنيه عاليه بادوات فعلا وادله دامغه وقانعه الى الراي، توجه راي مجلس النواب بشكل كبير الى ان يسحب الثقه ام لا. ليس كل من قدم اوراق الاستجواب امضى بالاقاله، لان اكو دوافع مرات نشوفها سياسيه. ما اليوم القناعه تتولد عند النائب من خلال حتى لو ما اقيل الوزير، حتى لو ما اقيل الوزير اللي عليه ملف استجواب هم يقدر يحك راسه، يقدر ينتبه لوزارته. لا، على العكس تماما، يقدر ينتبه لوزارته. أني لو بس راح يلتهي بالإعلام، راح يلتهي بالدفاع، وراح يلتهي مثل ما الجماعة دخوا سيد خالد العبيدي، ينسى وزارته، ينساها سواء أقيل أو لم يقال. لا، خل أقول لك حقيقة. أولا، مع احترامنا لكل السادة الوزراء الموجودين اليوم بالحكومة، أولا سيد كل السادة الوزراء يتمنون أن تكون الأدلة حقيقية، حتى أولا ترن جرس إنذار عدة أنه أكو من يراقبه ومن يشخص الأخطاء عدة ومن يراقب عمله سواء إداري أو قانوني أو مالي، وبالتالي في رسم خطته لوزارته، لذلك يكون حريص على تطبيق وحتى ما ينصح لكتلته السياسية. خلينا نكون إحنا واقعيين. يعني أنا مثلا اشتغلت في ملف وزير الإعمار والإسكان والبلديات السابق، بديت ألوح بالأسئلة الشفاهية وأطلب المستندات اللي أنا أحتاجها. قد أكون في ذلك الوقت ما عندي الأدلة كافية، بس بدأت أصحح مسار.